بسم الله الرحمن الرحيم. مادة اقتصاديات الموارد الطبيعية لطلاب الفرقة الأولى من دبلومة الاقتصاد الإداري. المحاضرة الرابعة هنتكلم فيها عن اقتصاديات الموارد القابلة للنضوب، البترول والغاز. ناخد فيها نموذج هوتلينج والاتجاهات العالمية للموارد غير المتجددة. ناخد نظرية هوتلينج بالتفصيل، سواء الهدف من النظرية أو افتراضيات نموذج هوتلينج. القاعدة الأساسية لنموذج هوتلينج أيضا التعرف على الاتجاهات العالمية المستقبلية للنفط والغاز. الطالب بيتعرف على الترتيبات الإدارية والنظم المتبعة لاستخراج الموارد غير المتجددة، سواء نظام إدارة القطاع العام أو نظام الامتياز. الترتيبات الإدارية لاستخراج الموارد غير المتجددة. ما هي القطاعات المكونة لصناعة النفط والغاز؟ تفاصيل القطاع الأولي من الاستكشاف والإنتاج. الطرق المختلفة لاستخراج البترول والغاز. القطاع الأوسط لصناعة النفط والغاز. القطاع الأدنى في صناعة النفط والغاز. تكرير النفط. تقرير آفاق النفط العالمي. خلاصة الفصل الأول بالتفصيل الاتجاهات الديموغرافية. تابع الاتجاهات الديموغرافية. تأثير توقعات النمو الاقتصادي. تابع توقعات النمو الاقتصادي. اتجاهات السياسات وأيضا اتجاهات التكنولوجيا. أسعار النفط